أحسن الله إليكم. أيضا هو سائل يقول: من هو المسلم حفظكم الله؟ المسلم هو الذي كما قال الله جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فالمسلم هو الموحد في عبادته وعقيدته، وهو المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم، يجمع بين أمرين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو المسلم. نعم.